السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام عبر قناتنا عبد ورد يوتيوب لأحوال الطقس. إذن عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، ونقدم لكم هذه النصية الجوية الخاصة لأحوال طقس الجزائر ليوم الاثنين الأول من شهر جوان 2020. إن شاء الله شهر مليء بالخيرات والغيث النافع إن شاء الله لكل المناطق الجزائرية. إذن متابعينا الكرام، البداية بالفترة الصباحية حيث ستكون الأجواء غائمة على المناطق الغربية الساحلية والداخلية باتجاه المناطق الوسطى والهضاب العليا. أجواء متقلبة ممطرة بأمطار خفيفة على المناطق الشرقية، هنا ستكون الأمطار حاضرة على شمال ولاية باتنا، ولاية خنشلة، وشمال أيضا ولاية تبسة. أم البواقي، قسنطينة، قالمة وسوق راس، أمطار ستكون على شكل زخات مع مناطق ولاية ميلا وجنوب ولاية عنابة، ولاية سكيكدا وجيجل، وصولا إلى بجاية وولاية تيزي وزو إن شاء الله. أجواء قليلة الغيوم على مناطق شمال الصحراء والواحات، غيوم ستكون عابرة بالإضافة إلى ولاية غرداية، وأجواء غائمة على المناطق الجنوبية الغربية منطقة الصاورة وصولا إلى ولاية تندوف مع تسجيل بعض الأمطار الخفيفة أيضا على ولايات تندوف، ولاية بشار، بني عباس، ومنطقة عبادلة وجنوب ولاية أدرار. باقي المناطق الصحراوية الأخرى، المناطق الجنوبية الشرقية إلى غاية أقصى الجنوب، سنسجل أجواء صافية قليلة الغيوم من حين إلى آخر. في الفترة المسائية متابعينا الكرام، حيث نتوقع لأجواء ممطرة بأمطار غزيرة خاصة على ولاية تبسة وجنوب ولاية سوق أهراس بإذن الله تعالى، ومناطق غرب ولاية خنشلة. ستبقى الأجواء أيضا غائمة على كل المناطق الشرقية. أجواء تقريبا قليلة الغيوم على المناطق الوسطى وصافية مشمسة على المناطق الغربية. منطقة شمال الصحراء والواحات ومنطقة الصورة ووسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب سنسجل سحب كثيفة عابرة، ستكون سحب صحراوية قد تعطي بعض الأمطار الغزيرة على ولاية ورقلة ومناطق حاسي مسعود إن شاء الله. نذكركم متابعينا الكرام، في الفترة الليلية الأمطار ستكون حاضرة بقوة على ولايات تبسة، ولاية خنشلة، وولاية باتنا، وصولا إلى مناطق ولاية غردية، جنوب ولاية المسيلة ناحية بوسعادة، وجنوب ولاية بسكرة على وقع الرعود. الأمطار ستبقى أيضا حاضرة في الفترة الليلية على ولاية ورقلة بإذن الله تعالى. نمر معكم إلى درجات الحرارة متابعينا الكرام ليوم الاثنين بإذن الله تعالى. سنسجل ارتفاع في درجة الحرارة على المناطق الجنوبية ما يقارب 43 إلى 44 درجة خاصة على ولاية أدرار، أيضا مناطق عين صالح ومناطق حاسي مسعود وصولا إلى ورقلة وولاية غرداية. باقي المناطق الصحراوية الأخرى ما بين تقريبا 38 إلى 41 درجة. من منطقة الصورة إلى غاية شمال الصحراء والواحات ما بين 35 إلى 43 درجة. المناطق الشمالية سنسجل ما يقارب 30 درجة متابعينا الكرام، خاصة على مناطق الأوراس والمناطق الهضاب العليا. باقي المناطق الساحلية ما بين 22 إلى 25 درجة. الرياح ليوم الاثنين بإذن الله تعالى أيضا ستكون في الموعد، ستكون رياح قوية على منطقة الصورة والمناطق الجنوبية الغربية. هذه الرياح قد تنتقل إلى ولايات غردية وصولا إلى ولاية وادي سوف وولاية ورقلة خاصة في الفترة الليلية. إذن للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون هادي على كل الشواطئ الشرقية الوسطى والغربية. إذن كل الخير إن شاء الله نتمنى للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.